أهلا بكم. شكلت موافقة أعلى محكمة إدارية في اليونان قبل أسابيع على ترحيل لاجئين سوريين بشكل إجباري شكلت سابقة قد تدعو للقلق. السابقة المذكورة قد تشمل مئات من حالات مماثلة بحسب ما أفاد به مصدر قضائي. ذكر أيضا أن أكثر من 750 سوري قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة مجلس الدولة. رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قال إن الحكم ينتهك حقوق اللاجئين وبإمكان منظمات حقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. عمليات الترحيل تشكل جزءا من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية قياسية في عام 2015 حيث وصل نحو 1 مليون شخص معظمهم فروا من الحرب السورية إلى أوروبا في ذلك العام لوحده. وهنا نسأل اللاجئ السوري ما هي الجهات المعنية دوليا وقانونيا بحمايته وقد تقطعت به السبل؟ كيف يمكن أن يلجأ إلى جهات دولية لتحقيق أمان اللاجئ وصحة لجوئه؟ ماذا عن أبرز المشاكل أو المصاعب التي قد تواجه اللاجئين عموما السوريين منهم خصوصا؟ وما هي بالمقابل أهم الواجبات أو التضحيات المطلوبة منهم إن صح التعبير على سبيل الاندماج؟ وهنا كيف يمكن أن يكون اللاجئ فردا فعالا في البلد المضيف ضامنا لسائر حقوقه ومنخرطا ومتقبلا لمحيطه الجديد ضمن القوانين والالتزامات التي تتحكم بمقصد اللجوء؟ وبالإجمال من يحمي اللاجئ السوري في أوروبا؟ هل هو اللاجئ ذاته بتقيده بالأنظمة والقوانين والتزامه بالواجبات والمسؤوليات وصولا لبلوغ حقوقه، أم ذاك كله لا يكفي ولا بد لجهات ومؤسسات حقوقية وإنسانية أن تتواجد وتنشط؟ وختاما كيف استطاع وتمكن اللاجئون السوريون خصوصا رغم محاولات ودعايات النظام وحلفائه من مواجهة الحملة التي أرادت تشويه حضورهم ونعتهم بإرهابيين خارجين عن القانون؟ نطرح للبحث في ملف هذا الأسبوع لاجئون إلى أوروبا، من يحميهم؟ أرحب بضيوفي في حلقة هذا الأسبوع في الاستديو الناشط السياسي ناجي طيار. أهلا بكم ناجي. وأرحب أيضا من ميونخ بالسيد محمد كاظم هنداوي مسؤول ملف اللاجئين في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومن بروكسل عبر سكايب أيضا السيد ربيع الشعار منسق الرابطة الأوروبية السورية، ومن لندن المحامي بسام طبلية المستشار في شؤون الهجرة واللاجئين. ومن بروكسل أبدأ مع ضيفي ربيع الشعار منسق الرابطة الأوروبية السورية. أهلا بكم سيد ربيع. حياكم الله. حياك الله. اليوم رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديمتريس كريستوبولوس هيك اسمه قال إن الحكم ينتهك حقوق اللاجئين، إنه بإمكان المنظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أسألك بداية، هل مرت عليكم حالات مشابهة إلى حد ما في بروكسل أو في خارجها، وماذا كان يعني مصيرها؟ حياكم الله، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولكل الجمهور الكريم. لم تمر علينا مثل هذه الحالة من قبل، بالعكس تماما، لأن المفوضية الأوروبية للاجئين والمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمت بحكم مبرم وقاطع ويجب على كل الدول الأوروبية الالتزام به بأن تقبل اللاجئ السوري وأيضا منحه على الأقل إقامة لمدة 5 سنوات. هذا حكم مبرم حكمت به محكمة العدل الأوروبية قبل أشهر معدودات والجميع يلتزم به. وأساسا اللجوء في أوروبا الغربية هنا هو حق قانوني للاجئ، هو قانون، هو ليس فضل من أحد. حتى اليوم في بروكسل رئيس الوزراء شارل ميشيل علق على بعض الانتقادات التي وردت من بعض لجان حقوق الإنسان في بلجيكا ضد وزير الهجرة السيد تيو فرانكين، والذي يعتبرونه متشددا نوعا ما مع اللاجئين ومع المهاجرين. علق قائلا هذا حق قانوني، نحن في بلجيكا وفي أوروبا
نعطي الحق لأي إنسان مضطهد، هذا شيء ينص عليه القانون بأن يتقدم بطلب اللجوء. ولكن هناك من ينتحلون صفة، هناك من ينتحلون جنسية معينة، هناك مجرمين، هناك إرهابيين فارين يحملون وثائق مزورة، هؤلاء الناس هناك مجرمين يرتكبون الجرائم على الأرض الأوروبية ولا يحق لهم القانون أو اللجوء، أو أنهم يريدون العبور من بلجيكا مثلا إلى بريطانيا كحال اللاجئين السودانيين الذين يمسكونهم هنا في الموانئ البلجيكية. إذن اللجوء حق قانوني لكل المضطهدين، واليوم المواطن أو الإنسان السوري هو إنسان مضطهد وملاحق، تقتله العصابات الأسدية، تقتله روسيا، تقتله إيران، تقتله عصابات إيران، تقتله عصابات تنظيم القاعدة بكل وجوهها القبيحة. هو من حقه اللجوء وليس من حق أي دولة أوروبية أن ترفضه يمكن أو أن تجبره. أشرت لقانون سيد ربيع أنه على الأقل 5 سنين، نحن اللي بنعرفه أنه بغير دول قد تكون سنة أو سنتين، يعني مش بالضرورة 5 سنين، وفي شيء اسمه لجوء إنساني غير اللجوء السياسي. لكن رح أرجع لك. رح أرجع لك سيد كاظم ضيفي من ميونخ، أرحب بك من جديد. كثيرون يقولون إن ما حدث في اليونان، وإن ليس بالضرورة أن ينسحب الأمر يعني على غيرها من الدول، فإن هذا الأمر أو الإجراء لابد يبعث على بعض القلق. هل القلق مبالغ به برأيك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين وضيوفك الأكارم. طبعا للأسف يعني إحنا مثل ما تابعنا بالأيام القليلة اللي فاتت انه هذا القانون مزعج، حتى مزعج ضمن اوروبا، يعني حتى الاوروبيين مزعج هذا القانون اللي صدر عن المحكمه اليونانيه، انه هذا الاجراء القانون غير قانوني بالاساس. يعني هو بس نحن بالاساس يعني المحكمه الاوروبيه لا تمتلك السلطه الشرعيه انه تمنع الدول انه من ان تصدر قوانين. بامكاننا نحن نلجا لها، بس ما بالشرط انه تقبل، ترجع تقبل اليونان بهذا القرار. نحن خلينا نميز بين شيئين، يعني انت حضرتك اشرت لهم هلا. الحاصل حق اللجوء غير طالب اللجوء وغير اللي بيمتلك الحمايه الفرعيه. الاغلبيه الدول الاوروبيه هلا راحت باتجاه الحمايه الفرعيه، الحمايه الفرعيه بتنص انه حمايه هالشخص هذا اللي بيدعي انه هو مثلا من سوريا او من اي مكان بالعالم، حتى الامور بلده بامكانه انه يرجعوا لي بعد ما تخلص الازمه حسب تعبيرهم يعني. أو إذا لقوا شيء بلد كمان بالنص هذا نفسه، كمان إذا لقوا بلد كمان آمن بإمكانه يتفقوا معه ويرجعوا هاللاجئ هذا ويدعوا إيداع عنده لحتى كمان تخلص المشاكل. السوريين الموجودين ضمن أوروبا كلها عامة، يعني القوانين اللي عم تطلع ضمن الاتحاد الأوروبي كله متفق على هذه القوانين. صحيح المحكمة الأوروبية العليا عم تصدر قوانين يعني لصالح اللاجئين، بس ما أنا ملزمي يعني ما تلزم دول الأعضاء فيها، لأنه يعني كل إنسان حر بوطنه وحر بمشاكله وحر بأي شيء، إنه هذا برجع بالنهاية للدول وهي حرية تعاملها مع اللاجئين. بس نحن بنلاقي إنه الحماية الفرعية بدأت كل الدول الأوروبا تشتغل فيها، من ألمانيا، من السويد، يعني من قانون واحد الأماكن. لكن متروك في مرونة إنه كل دولة يعني لها بالضبط حسب حاجات سوق العمل عندها، حسب حاجات يعني الموارد الثانية. هي أساسا هي استقبلوا اللاجئين أساسا. طيب خلينا ننتقل أيضا للندن، ضيفي هناك سيد بسام طبلية، أيضا مستشار قانوني بشؤون اللاجئين. سيد بسام أهلا بك. لو نتحدث عن أهم المشاكل التي قد تواجه السوري اللي عم يلجأ، خلينا نحكي عن إنجلترا بشكل خاص. يعني في الحقيقة المشاكل تبدأ هي من ناحية عدم تمكنه من معرفة اللغة الإنجليزية، يعني هي سلة الوصل في الحقيقة ما بينه وما بين المجتمع البريطاني. فعندما لا يتمكن من تعلم اللغة الإنجليزية خلال فترة وجيزة، بالتالي يكون هناك عائق بالنسبة له، الأمر الذي يؤدي إلى انعزاله. هذا الانعزال في الحقيقة ومع عدم الاندماج في المجتمع يؤدي إلى الجهل في القوانين في كثير من الأمور. على سبيل المثال، أي من كثير من الأخطاء التي يقترفها اللاجئ على سبيل المثال تنعكس لاحقا بعد ما الحصول على الإقامة الدائمة. فعلى سبيل المثال، إذا هناك أحد الحالات، إذا اقترف جرم بسيط نفترض، أو تهرب من دفع فاتورة البلدية أو كذب، خلينا نقول فيها،
يتم اكتشاف الموضوع بعد حصول على الإقامة الدائمة. عندما يريد التقدم إلى جنسيته يقول له أنك قد تهربت قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، لذلك أنت محروم من التقدم على الجنسية لمدة 10 سنوات. إذا خطأ بسيط في هذه المرحلة لهالدرجة سيد بسام، نسيان يدفع فاتورة أو تأخر فيها تتمدد ال... هو القانون بيقول لك صدر بشهر 12 عام 2014 والذي عدل بالصفات الشروط الجنسية إلى أضاف الجود كاركتر. على أي إذا كان تهرب من دفع على سبيل المثال حكم محكمي أو تهرب من يقوم بدفع فواتير معينة أو صدر بحقه حكم جرم جزائي أو جرم مدني أو فعل حكم مدني، بالتالي هذا الأمر يعتبر أنه ليس بصفاته جيدة وبالتالي يتم حرمانه من الجنسية 10 سنوات. مؤخرا جاني شخص لبناني صار له 21 سنة لم يحصل على الجنسية لأنه كان بفترة من الفترات 2009 قالوا له كنت عم تشتغل بصفة غير قانونية. طيب بالتالي انعكاساتها في هو لا يعلم، يعني في الحقيقة لا يعلم خطورة هذا الموضوع. طيب رح أسألك، خلينا نسمع يا سيد بسام انه الى اي حد، وهو سؤال فعلا رايدك يعني تجاوب عليه، انه الجهل بهي القوانين عم يؤدي للاجئ انه يقترف يعني هي المخالفات والاخطاء اللي هو يعني بغنى عنها. لكن خلينا نسمع ضيفي في استديو ناجي الطياره الناشط السياسي وايضا مهتم جدا بموضوع ومتابعه احوال اللاجئين. ناجي، من خلال مجمل ما سمعته يعني شو الاكثر شيء استرعى انتباهك؟ اول شيء طبعا مساء الخير لك ولجميع الضيوف والاكارم والمشاهدين. طبعا في ناحيتين، في الشق القانوني في الشق الاجتماعي. الشق القانوني طبعا الأساتذة يعني أسروا الكلام وتفضلوا فيه، لكن إذا كان بالإمكان تفعيل دور المنظمات الحقوقية سواء المنظمات اللي بيمثلوها الأخوة اللي سمعناهم أو المنظمات الأخرى بالوصول إلى مناطق تجمع اللاجئين عند مختلف الدول وتعريفهم بمجمل أو إصدار نشرات مثلا أو ندوات تعريفية أكثر أو ورش عمل لتعريف اللاجئ بالحقوق والواجبات التي يعني تترتب عليه. من جانب آخر، هو صحيح أن لكل دولة قوانينها الذاتية الخاصة على المستوى المحلي، لكن بالنهاية هناك اتفاقيات دولية ومعظم الدول الأوروبية بما فيها اليونان موقعة أصلا على اتفاقية جنيف، واتفاقية جنيف فيها قوانين واضحة تنص على حقوق الإنسان المعنية في حماية تأمين حماية الذات الإنسانية في حالات الحروب والاضطهاد. فإذا هناك مجموعة من القوانين التي يستطيع أن يستند عليها اللاجئ في حالة رغبته في طلب اللجوء. من الناحية الأخرى، ما حصل في اليونان لماذا هو يخالف القانون الدولي بشكل فاضح؟ أولا، ليست المسألة تتعلق فقط بقرار على مستوى الدولة الذاتية، وإنما المكان المطلوب ترحيل اللاجئين إليه ينتفي فيه شروط تحقيق الأمان للاجئ، وهو ما يخالف القانون الدولي أصلا. تركيا اليوم لا تشكل يعني ملاذ آمن، وهذا اللي عم ينحكى فيه هلا، عم يتشكك بال اي نعم. طيب، وذلك لسببين رئيسيين. اولا، سلامة الفرد بذاته مهددة في هذه الدول الحدودية، وثانيا لانه لا تتساوى شروط اللجوء. يعني اذا كانت اصلا بعض هذه الدول تؤمن العمل والمسكن بما معناه المسكن البسيط والعمل والحقوق البسيطة على الاقل التي يتلقاها اللاجئ في اوروبا، لما سعى اللاجئ اصلا ان يصل الى تلك البلدان البعيده. طب رح ارجع لبسام، الجهل بالقوانين بسام الى اي حد يعني عم يؤدي انه هذا اللاجئ اللي داخل على المجتمع الاوروبي او الانجليزي بانجلترا عندكم ويرتكب بعض الاخطاء بعض المخالفات، ويعني خصوصا نحن نحكي عن مخالفات مثل ما تفضلت حضرتك ورقيه، مخالفات بيروقراطيه، مخالفات اداريه. في الحقيقة انعكاسات هذه الأخطاء أو الجهل بالقوانين له انعكاسات سلبية رهيبة جدا. كما ذكرت، القانون البريطاني بالنسبة لما يتعلق بالجنسية هو قانون صارم جدا، إذ أنه يحرم المواطن من الحصول على الجنسية لمدة لا تقل عن 10 سنوات. فبالتالي أمر خطير جدا. صحيح يعني عم يتم تأمين الحماية له مؤقتا في الفئات الأولى، ولكن هذا يعني ليس ما يصل إليه الإنسان. بالنهاية المطاف هو يريد حقيقة السفر خارج العديد من الدول، وبالتالي وثيقة السفر الترافل دوكيمنت لا تؤمن له على سبيل المثال الذهاب إلى دول الخليج. فبالتالي على ضرورة الحصول على الجنسية هو أمر ضروري بالنسبة لطالب اللجوء بعد فترة، ولكن عندما بسبب جهله للقوانين أن يقترف أخطاء بسيطة جدا، الأمر الذي يؤدي إلى يدفع ثمن غالي جدا بالنسبة للمرحلة لاحقة.
يعني المشكلة هنا أراها من قبل الطرفين. بالنسبة للاجئ نفسه هو في الحقيقة رأينا الكثيرين من منهم أنهم لا يسعون إلى تعلم خلينا نقول لا اللغة أو لا يسعون للاندماج في المجتمع. الأمر الذي يجعلهم قاصرين في الحقيقة عن التعلم ما هي القوانين. هم يريدون دائما السؤال الحصول على الإجابة من خلال سؤال فلان أو سؤال فلان، وهذه كارثة أيضا يعني، لأنه حتى فلان وفلان من خلال الأجوبة التي أراها وأقراها في الحقيقة هو إنسان جاهل أيضا بالقوانين أو لا يعلم إلا الجزء اليسير في الحقيقة، وبالتالي عدم حصولهم من المنبع على المعلومة من المنبع. على سبيل المثال هناك الكثير من المنظمات الحقوقية التي تقدم الخدمات، وهذا يمكن الدور اللي أشار له سيد بسام ناجي، يعني لما عم يتمنى على كل شيء منظمات وجمعيات حقوقية وتعنى باللاجئين أنه يكون في شيء من التوعية لهذا اللاجئ اللي داخل على مجتمع جديد، وخصوصي أنه متعود هو يعني عشرات السنين تعرف كيف كانت الأحوال يعني ببلداننا يعني وكيف تمام المدنية عفوا. نعم طيب خلينا بشوف كم أيضا وجهة نظر سيد ربيع الشعار من بروكسل، ومن خلال تجربتكم سيد ربيع ماذا عن أبرز ما قد يواجه أو واجه اللاجئين السوريين خصوصا لديكم في بلجيكا؟ مصاعب، مشاكل، أيضا نتحدث عن واجبات، عن تضحيات ربما قدموها في سبيل الاندماج، تفضل. نعم شكرا. مصاعب، مشاكل من قبل الدولة المستضيفة هنا في بلجيكا تكاد تكون معدومة. أنا أعرف حنان وطيبة ولطافة الموظفين البلجيكيين، وأيضا أعرف ورأيت بأم عيني كيف استقبلوهم في بداية تغريبتهم عندما قدموا إلى بلجيكا وكيف وقفوا إلى جانبهم وساعدوهم بكافة المجالات. ولكن المصاعب تأتي كما تفضلتم بأن هناك خلل في تربية هذا اللاجئ، خلل بالأصل اكتسبه من الفوضى التي تعود عليها في بلاده. هنا أوروبا لديها قانون، لك حقوق وعليك واجبات، عندما تقوم بواجباتك كل حقوقك تصل يعني إلى حد عندك بدون أن تتعنى حتى، ولكنهم يفتعلون بعض المشاكل هم اللاجئين بين بعضهم البعض، مثلا مشاكل على خلفيات إثنية أحيانا، أفغان مع عرب ما شبه ذلك من مشاكل ومشاجرات، أيضا يعملون أعمال مثلا غير قانونية. في شيء مقصود سيد ربيع؟ هو ليس مقصود، ولكن كما قلت لأنه نحكى أحيانا أنه في بين يعني تغلغل بصفوف اللاجئين من جنسيات مختلفة، يعني أنه تعرف أنت الاتجاهات السياسية بمنطقتنا يعني مختلفة، ما أنا على اتجاه نعم. واحد تفضل، ولهم ارتباطات نعم. يعني بأجهزة معينة تفضل. نعم طبعا الوضع في سوريا اليوم هناك انشقاق، هناك انقسام بين أبناء الشعب السوري وأيضا أبناء العرب، كلنا نتعرض للمشاكل أحيانا يوميا في المقاهي، في الأماكن العامة، في الشارع عندما نتكلم في الثورة ومشاكل الثورة ومضاعفات ما يحصل في سوريا. ولكن هناك كما قلت خلل في التربية، في التكوين التربوي لدى اللاجئ. هو متعود على الفوضى، يريد أن يأخذ كل شيء بقوة. مثلا هنا في أوروبا في بلجيكا يجب أن تقف على الدور، السوري غير متعود على هذا ولا يريد أن يتجاوز الجميع. مثلا هناك مدرسة يجب أن يلتزم بها لكي يتعلم اللغة، لكي يدخل سوق العمل مثلا، لكي يستطيع أن يقضي حاجاته. شرط المرور شو وضعه ببروكسل سيد ربيع؟ شرط المرور 25 بيمشي الحال ولا ما بيمشي الحال؟ طيب خلينا بروكسل بس كلمة كلمة لو سمحت. بروكسل هي مدينتي أعيش فيها منذ 20 عاما، أعرفها بلاطة بلاطة وشارع شارع. بروكسل رغم كل الفوضى التي تتميز بها عن كافة العواصم والمدن الأوروبية، ولكنها مدينة عادلة ومدينة يأخذ فيها الإنسان حقه ولا يتعدى فيها أحد. طيب سيد كاظم، الاتفاقية التي يعني تفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاءوا منها، لأن الأخيرة يعني تعد بلد آمن بالنسبة إليهم، لكن مجموعات حقوقية بالمقابل تصر على أن الافتراض خاطئ، ويمكن إشارة لهذا الشيء ناجي أنه ما في كتير ضمانات يعني بحصول اللاجئين السوريين إذا عادوا إلى تركيا على مأوى، على عمل، على أمان. حتى صرت يعني تشاهدوا يعني آخر شيء بعض الاغتيالات التي طالت رموز بالثورة المدنية بسوريا. تفضل. فأنا ملاحظ أنه في تجني كبير على اللاجئ، يعني وصفه
انه تربيته انه جاي هو يعمل فوضى. احيانا قال احيانا السيد ربيع. لا لا ما اسمح لي شوي اسمح لي شوي اسمح لي شوي اذا سمحت. تفضل. هذا الكلام هذا كلام يا سيد. انا وقت انسان بكون طالع من بيئه قصف وبيئه اساسا هو بكون طالع هربان من شيء اسمه نظام قبيح خلى الناس تتشتت من بيوتها خلى الناس تطلع تهاجر وتترك كل شيء بتملكه. طبعا هذا الانسان طالع بحياه غير طبيعيه. نحن واجبنا ان نوقف معه ونقومه ونضل عم نساعده وما طيب. نرمي عليه سهام الاتهام. طيب سيد كاظم عشان ناخذ الاجابه لو سمحت في شيء اجراء معين ممكن موضوع انه عودتهم الى تركيا موضوع انه ليس تركيا بلد امن كما يقول البعض انتم كيف ترون الامر؟ سيد الكريم تركيا ليست بلد امن ولا يوجد اي اعادي لاي لاجئ اذا كان اخذ حق اللجوء. خلينا نميز بين الامرين. الامر الاول هو اذا كان اخذ حق اللجوء هذا بتسرع عليه اتفاقيه جنيف. اما يلي ما له حاصل حق اللجوء وهو هون المشكله يلي ما له حاصل حق اللجوء عم يتم التعامل معه كل مين على حده. لذلك التمييز بين الطرفين لازم ميز. الحاصل حق اللجوء ما عنده مشاكل إلا حاليا طيب. قد تخلق عنده مشاكل بعدين وقت بكون بصير في حل سياسي بسوريا طيب. أو طرح أي شيء بس هذا هو. أما ما تبقى من الأشخاص اللي ما حاصل حق اللجوء هني اللي سبب عم تحصل معهم هالمشاكل. طيب وضحت الفكرة سيد كاظم أرجو أن تبقى معنا ناجي. أولاً يعني أنا أدعو جميع أخواني اللاجئين واللي أكيد قلوبنا معهم إلى ضرورة إعلاء ما يسمى بالضمير الجمعي. يعني لازم أنه نحن نكون على قدر الإمكان متواصلين مع بعض لحتى نفهم كيف نتصرف بشكل سليم. في مواقع على الإنترنت واضحة للمنظمات الحقوقية والقانونية اللجوء إلى المحامين إن أمكن إن لم صار في صفحات على الفيسبوك توعوية. نعم صحيح. وأنا أدعو عشرات أنا الألاف ايه من أنا أدعو بالمناسبة جميع المهتمين بالشأن القانوني إلى يعني إيصال هذه المعلومات بالشكل الذي يستطيعونه. لكن فعلا في ملاحظتين مهمين. أولا عدم الاستماع إلى القيل والقال والنقل عن والتصرف بشكل فردي. لأنه لازم يدرك سواء طالب اللجوء واللي أنا مقدر جدا لوضعه الإنساني لكن طالب اللجوء لازم يعرف أنه هو عم يعكس بأي تصرف عم يعكس حالة عامة. فإذا ما عم بقول أنه هو عم يتجاوز القانون. هو في كتير أشياء بتحصل أخطاء نتيجة عدم معرفته بالقوانين. لا يعني هذا أنه طالب بالعكس يعني اللجوء. ربما أنه المنظمات إيه؟ القانونية والإنسانية تأخذ هي دماغ هي مسؤوليتنا بالنهاية وتعمل هي موقعة ما فيني أنا لوم اللاجئ هي مسؤوليتنا ولازم نحن كلنا نشتغل عليها. لكن أنا أيضا يعني كتير بناشد إخواني اللاجئين في كل الأماكن أنه يسعوا أنه يتصرفوا ضمن سياق الضمير الجمعي ويتذكر تماماً أنه بالنهاية حتى في عملية اللجوء هو صحيح عم يبحث عن أمانه وحقه في ذلك لأنه هذا حق إنساني كريم مكفول. لكن في نفس الوقت هو يبقى يمثل مجتمعه ويمثل البلد اللي جاي منه ومرآة لهذا المجتمع. نعم. لاجئون إلى أوروبا ومن يحميهم نكمل معكم بعد الفاصل. أهلا بكم جديد في ملف هذا الأسبوع لاجئون إلى أوروبا ومن يحميهم. وأرحب مجددا بضيوفي في الاستديو الناشط السياسي ناجي طيارة ومن ميونخ السيد محمد كاظم هنداوي مسؤول ملف اللاجئين في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، من بروكسل السيد ربيع الشعار منسق الرابطة الأوروبية السورية، ومن لندن المحامي بسام طبلية المستشار في شؤون الهجرة واللاجئين. ومباشرة سيد بسام بالحديث عن اندماج اللاجئ من خلال متابعتكم في إنجلترا خصوصا وتحدثت عن أبرز حالات المخالفات ربما استعرضت على عجالة التي ارتكبها أو قد يرتكبها السوريين هناك، لكن من يدافع عنهم بنهاية الأمر عندما يرتكب أي مخالفة أو يريد أن يوضح موقفه؟ وأنت أشرت أنه في مشكلة اللغة ومشكلة الاندماج ولسه ما كتير بيعرف بالقوانين، مين الجهات اللي عم توقف معه بإنجلترا؟ في نقطتين خليني قبل ما اجاوب على سؤالك مهمين اعتقد انهم مهمين جدا. معنا دقيقتين تصرف كما تشاء فيهم. اوكي راح بسرعه راح احكي. اولا الاشخاص الذين استجلبتهم المملكه المتحده في البدايه اعطتهم لجوء او حمايه انسانيه، ولكن عندما ادركت ان هذا تصرف غير قانوني قامت من قبل 6 اشهر باستبدالها ومنحت الاشخاص الذين اتوا الى المملكه
نحطهم اللجوء منذ 6 أشهر إلى الآن وهي تقوم باستبدال الحماية باللجوء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أريد أن أقولها أيضا، الكثير من العادات الخاطئة التي في بلادنا، من على سبيل المثال الأبيض رب ابنه، الزوج مثلا فرضنا المشاجرة بين الزوج والزوج، الأمر الذي يستدعي إحضار الشرطة، وبالتالي في الحقيقة هناك الكثير من الكوارث. يعني الموضوع ما في بوسط شوارب مثل ما بيقولوا كما يحدث في بلادنا. الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد الزوج عن الأطفال، وبالتالي حرمانه من الإقامة الدائمة بالنسبة للزوج، وبالتالي بمرحلة لاحقة يتم إعادة العائلة جميع كلها. فبالتالي هذه الأمور استدعاء الشرطة أو تصعيد الموضوع أو الضرب ما بين العائلة أمر خطير جدا. بالجواب لسؤالك الآن، من يستطيع من يحمي هذا هؤلاء الأشخاص؟ في الحقيقة أولا هناك دائما يتم استدعاء مترجم إذا كان لا يتقن اللغة الإنجليزية أو اللغة التي يكون فيها البلد، يكون له الحق في توكيل محامي بالقضايا الجنائية أو الجزائية بالشرطة مجانا دون الدولة تكفلت بهذا الحق. أما النزاعات المدنية وهي كثيرة أيضا كثيرة، يعني نحن بيعطيه مصاري مبالغ هائلة من أجل استثمار وبصير عملية الخسارة أو النصب خلينا نقول دون مراعاة لأجل إتمام عقد بسيط حدث على الأقل. فبالتالي نجد الكثير من المشاكل تحصل وخاصة في مرحلة لاحقة. يعني مشكلة أنه من وين جبت مصدر هالمصاري، يقع بموضوع تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي باعتبار أنه ليس لديه وثيقة تثبت هذا الدين يقوم بالمشاجرة أو بالضرب. هناك الكثير من هذا الموضوع. إذن دائما الجهة القانونية موجودة فعليا، وخاصة بالأمور الجزائية هي متكفلة فيها الدولة. الدولة هي من يجب توفر الحماية لهذا الأشخاص. لكن على الصعيد المدني يجب على الشخص نفسه أن يحمي نفسه من خلال اللجوء إلى خلينا نقول مكاتب المحاماة أو المنظمات التي تعنى بالشأن الذي يريده. طيب سيد ربيع، في بروكسل إلى أي مدى من الضروري أن يفهم اللاجئ ماهية اللجوء، يعني كواجبات أولا وقبل الحقوق، وإلى أي مدى بالتالي تعتقد أن الأمر بات متاحا وميسرا عليه اليوم؟ نعم أستاذ هاني، أولا اللاجئ يصل إلى أوروبا وهو يعرف كل القوانين، يعرفها ويعرف حقوقه وواجباته، ولكن البعض، أنا تكلمت عن البعض، نحن ندافع عن اللاجئين، نحن نستقبلهم، نحن ندعمهم نفسيا، ولكن البعض لديهم تجاوزات. عندما يخطئون الدولة توكل لهم محامين مجانا، هناك منظمات تشرح لهم حقوقهم وواجباتهم. اللاجئ السوري هو إنسان ذكي وهو يعرف كل شيء عن حقوقه، ولكنه البعض، أنا أقول البعض، عندما انتقدني الأخ الكريم من تركيا، وضحت تمام من ميونخ، نعم البعض البعض يرتكبون بعض الأخطاء، نعم يرتكبون بعض الأخطاء التي تؤثر على صورتهم وعلى صورة اللاجئ السوري، وهذا ما يقوي ويغذي الأحزاب المتطرفة، الأحزاب اليمينية. هذه الأحزاب اليمينية التي تتقدم اليوم في الانتخابات، سببها ماذا؟ سببها هو أخطاء بعض اللاجئين التي يجب علينا نحن أن ننبه أخوتنا اللاجئين منها لكي يعيشوا حياة طيبة ويحصلوا في الأيام القادمة على عمل جيد. ويمكن نسبة الأقل من الأخطاء يعني بشهادة المحايدين طبعاً. يعني هي اللاجئ السوري، وأيضا نسبة الأكبر من الإبداع والتفوق من بين اللاجئين أيضا اللاجئ السوري. تمام طيب نعم سيد نعم. وأكيد طبعا وسائل الإعلام ما عم تقصر، يعني أحيانا السلبية الصغيرة بتضخمها والإيجابيات بتروحها. هذا عمل مطلوب من بعض طيب. الصحف الصفراء وصحف الأحزاب نعم. اليمينية. طيب اسمح لي سيد كاظم، تؤكدون دائما على ضرورات الاندماج. هذا الموضوع، موضوع الاندماج اللاجئ بالمجتمع اللي موجود فيه، بالأساس مسؤولية من برأيك؟ والله بصراحة هو لازم يكون اللاجئ كمان يحمل هو المبادرة كمان من عنده، لأنه الدولة عم تقدم له ضمن استطاعاتها طبعا كل دولة إلى شيء تقدمه للاجئين بهذا الموضوع. بس طبعا نحن بنحكي على القسم الكبير من اللاجئين اللي متواجدين مثل ما بنعرف كلياتنا هنا بألمانيا. ألمانيا مثلا عم تقدم للاجئين كورسات اندماج، طبعا هذا الكورس يعني اللغة صعبة، ما بتكفي 6 أشهر أو عام يتقن اللغة، وهن بيعرفوا بيقدروا هذا الكلام يعني، بس بالمحصلة هن مستعجلين كتير إنه هذا الإنسان فورا يدخل سوق العمل ويخفف من الأعباء معيشته على الدولة بالأساس يعني. بس هن كمان بالمحصلة قبل ما يجي اللاجئ السوري، طبعا هاي دول ما بتبنى سياساتها
على 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 الوقت اللي نحن عايشين فيه، اكيد بيكون في عنده مخططات، واكيد في كثير ناس اكدت لهون الالمان انه هو قبل ما يستقبل السوريين هن بيعرفوا عنهم الكثير، بيعرفوا عن وعيهم، بيعرفوا انه هذا السوري مستحيل يحسن، هو بالعكس بعكس الشعوب الثانيه انه هذا الانسان ما في يقعد بلا شغل، اذا قعدته بلا شغل بموت، بعكس الشعوب الثانيه يعني في كثير شعوب هون موجوده بتحب المساعده. طمنا عنه، اعطينا من الاخر، طمنا عن اللاجئ السوري بالمانيا، شلون مشي كرج مثل ما بيحكوا بالعاميه؟ والله الحمد لله رب العالمين، اللاجئ السوري كثير سمعته منيح، هون طيبه، طبعا هو اللاجئ السوري هو عم يساعد نفسه، ما حد له من يعني ما له مدين لحد كثير، هو بالاساس هو بحب العمل، بحب الشغل، ما بتقف بين اثنين الا ما بيسالك واحد منهم حواليك في شغل بالابيض، يعني بدي اشتغل انا مشان امن حياته كذا، الحمد لله في الوعي، في الادراك الكبير الكامل، سوريا مثل ما كنا بنعرف كانت منفتحه، ما كانت هالظلام اللي كثير نحن موجودين فيه، صحيح نحن ظلام محبوسين كحريه وما بامكاننا نعبر، بس كانت الناس ما وصلت لدرجه الجهل، يعني انه تجهل قوانين او هي اساسا ما تحسن تتاقلم مع هيك مجتمعات، بالعكس انا بظن وانا بقول وكثير ناس عم تسمعنا اللاجئ السوري حسن يتأقلم بهالمجتمعات غير اللاجئين اللي سبقونا، يعني العرب نحن مثل ما انا شايفين تدخل كورس مثلا، مثال بسيط، بتدخل كورس لغة بتسأل الموجودين قبلك شد صلكم هون موجودين انتم داخلين نفس الكورس، واحد بقول لك 9 سنين، واحد بقول لك 10 سنين، تمام. 10 سنين تقول له لهلا عم تتعلم بس هذا الكورس اللغه، اللاجئ يعني قطع كل هالمراحل هاي كلياتها بيأشر، وان شاء الله احيانا بيأشر وإن شاء يعني إيه، نعم وعندكم نعم. بالمانيا اخذوا المركز الاول بالشهاده الثانويه ودخلوا على الجامعات واعلى المعدلات. طيب خلينا نسمع ناجي، يعني في ضوء ما دائما بالحديث، يعني انا اشيد بما تفضل به الاخ كاظم والاخوه الاخرين، يعني اللاجئ اليوم في ربيعه بس طبعا في عديد من البلدان اصلا اصبحت تجربه اللجوء السوري يعني بمأساتها، لكنهم استطاعوا ان يتمايزوا على الاقل ويندمجوا بالمجتمع. في مصر مثلا صار في شوارع اسمها شارع سوريا وكلياتها عباره عن محلات منتجه وافراد منتجين. الانسان السوري بطبعه هو انسان منتج، انسان فعال، انسان متفاعل مع المحيط والبيئة، وتركيا يعني أسواق عمرها عشرات ايه؟ عشرات السنين هلأ كلها سوريين، يعني بشكل عام أنا لست قلق، أنا أثق جدا بشعبنا ومقدرات شعبنا، إنما أعود فقط للمناشدة بأن يكون يعني مجمل النشاط العام الإنساني للاجئ متصل بما أستطيع إعادة وصفه بالضمير الجمعي. تصرفاتك تؤثر على الآخر، تصرف الآخر يؤثر عليك، يجب أن نكون في سياق متناسق. أنت اليوم تخرج إلى دولة آمنة بحثا عن أمانك الذاتي وبحثا عن البدء أو إنه يستغل الفرصة. إيه، فإذا أنت خرجت إلى هذه الدولة الآمنة أنت هارب من بطش النظام، أنت هارب من بطش النصرة، أنت هارب من بطش داعش، لا تستطيع أن تذهب إلى هناك وتبدأ باستعراض أفكار مؤيدة لهذه الأنظمة الإرهابية ولهذه التنظيمات الإرهابية. طيب أنا أدعو جميع الإخوة إلى الدقة في تحري المعلومة والعلم والوعي بأن أي تصرف سواء كان إيجابي أو سلبي فإنه يؤثر على القضية الكل. كلمة أخيرة سيد بسام ضيفي من لندن، في ضوء محور حديث اليوم، ماذا تتوقع للقادم من الأيام، وهل من جهود معينة ستقومون بها من خلال يعني طبيعة نشاطاتكم في هذا السياق؟ يعني كما ذكر الضيوف في الحقيقة هناك الكثير، يظهر لدى البعض الوعي في هذا الصدد ونجد تقدم كبير في على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد العلمي والثقافي. فهناك تم على سبيل المثال في غرب لندن فتح ما يقارب 18 مطاعم وسوبر ماركت على سبيل المثال، ناهيك عن المدن الأخرى، إضافة إلى الكثير من الأطباء الأسنان وغيرهم قد عدلوا، قاموا بتعديل شهاداتهم واندمجوا وبدأوا العمل في الحقيقة في القطاع الصحي والطبي. إذن هناك نتوقع في الحقيقة أمر جيد إيجابي، ولكن من الناحية الأخرى يجب أن لا نغفل عن موضوع الإرهاب، خلينا نقول، أو الإعلام الذي يريد تشويه سمعة المهاجرين أو اللاجئين، وبالتالي هناك الكثير من يتصيد في اي خطا يمكن ان يقترفه اللاجئ ويعزوه الى الارهاب. ولاحظنا مؤخرا موضوع قضيه السوري بحجز التفجير، يمكن هذا كمان ايضا دوركم، يعني سيد يعني بسام، الحقوقيين ولاصحاب الجمعيات الاهليه والمدنيه، انه كمان
يعني يتواصل مع الجهات المعنية، لأنه عم يتبين أن السوري ما له علاقة، لكن الإعلام يعني ما بيتناول التبرئة، بيتناول فقط التهمة يعني، وهذا كمان تقصير يعني. هو ثبتت براءته، ولكن لم نجد في الحقيقة إعلام مشابه للإعلام عندما كان البدائل بالاتهام. لهلأ يعني موجودة على الصفحات الصحف والمجلات وبعض، يعني أنه لما بيكون اللاجئ متهم ببروكسل ولا بلندن يبقى الخبر موجود، لما تثبت براءته ما بنحط خبر بديل. طيب بدي انتقل أيضا للسيد ربيع الأخرى وبشكل مفصل. تفضل. طيب سيد ربيع الشعار، كلمة أخيرة أيضا تفضل. نعم ماذا أنا ماذا أنتم فاعلون في القادم الأيام؟ عم توصل لك 20 سنة، وصل لك مدة طويلة، أنتم السوريون الأدمة. نعم اللاجئ السوري معزز مكرم هنا في بلجيكا، وما أعرفه أيضا عنه في هولندا وفي ألمانيا وفي النمسا وفي دول إسكندنافية. يجب عليه أولا وأخيرا أن يحترم القانون، أن يتعلم احترام القانون إلى جانب تعلمه للغة، لأن هذا يقدم الوجه الجميل المتألق للإنسان السوري للإنسان الأوروبي الذي يرحب فيه من الأساس. طب هي وضحت أخي ربيع، هي وضحت. هلأ أنتم هل حاطين ببالكم تعملوا شيء؟ يعني القدماء السوريين أو الجالية السورية اللي صار لها زمان تجاه هدول اللاجئين؟ نعم. مساعدة أو دعم لوجستي على الأقل؟ نحن نفعل ما في وسعنا، ما يريدونه منا نحاول أن نساعدهم. أنا وأصدقائي، لدي أصدقاء يقدمون لهم المعونات في المحاكم، يقدمون لهم المعونات في مراكز الدعم، يقدمون لهم المعونات في الكامبات وفي المعسكرات. نفعل ما في وسعنا لخدمة هؤلاء الأخوة والأهل القادمين إلى مجتمع جديد، لكي يبنوا ولكي يؤسسوا ولكي يفعلوا شيئا جميلا بالنسبة إلى سوريا، ولكي يقدموا ويساعدوا في بناء سوريا الجديدة الحرة، دولة العدالة والقانون بإذن الله في مستقبل الأيام. طيب سيد كاظم الهنداوي أيضا ضيفي من ميونخ، هل من يعني ذات السؤال، هل من إجراءات، هل من خطة ما سيقوم بها السوريون اللي عندهم يعني مراكز معينة اعتبارية بمنظمات حقوقية إنسانية اجتماعية لمساعدة هذا اللاجئ على الاندماج، على أخذ حقوقه، على التعريف بواجباته وبمسؤولياته؟ تمام. أنا خليني بس أن أقول لك لحضرتك وللسادة المشاهدين، هلأ حاليا في عنا اللاجئين، خلينا نسميهم المهاجرين، معلش المهاجرين السوريين الموجودين ضمن ألمانيا، عم نحكي عن تجربتهم، هن بالفعل بدأوا بتشكيل منظمات مجتمع مدني وبدأوا يعتمدوا على نفسهم، يعني حتى بالموضوع يعني يساعدوا بعضهم موضوع اللجوء كمان. لذلك احنا ان شاء الله شعب ما بنخاف عليه، كمان ما بننسى يعني الناس الموجوده هون، اغلب في نسبه كبيره منها هي قاعده بشكل مؤقت بس مشان تنتهى الموضوع ويسقط النظام الحقير اللي دفع الناس ان تجي على هاي الدول، ويسقط السبب وكل في اغلبيه الساحقه رح ترجع. احنا وطننا بنعشى ان شاء الله، وراجعين ان شاء الله لسوريا. هذا كلام ما هو مجرد كلام، هذا كل السوريين بيحملوه بقلبهم وبعقلهم، وجميع الناس بتعرف انت اخي يعني احنا كنا عايشين بسوريا، ما كلياتنا نحن حلمنا ان نكون لاجئين بالمهجر، نحن حلمنا الوحيد انه نحن نتخلص من هالنظام الحقير ونرجع معززين مكرمين باوطاننا، لانه اوطاننا غاليه علينا ونعمرها ان شاء الله بجهود هالناس المخلصه ان شاء الله. وبرجعوا معهم يعني اذا سوريا او على الاقل اللي رجعوا منهم على سوريا بالمستقبل يكون معهم بعض ثقافة القانون وثقافة الحضارة والقيم والمبادئ بالعمل باحترام الأنظمة واحترام المسؤوليات، وهي كلها الأمور كانت إلى حد ما يمكن أخي كاظم يعني منسية. صحيح. طيب ناجي، أنت يعني حكيت عني، أنا كنت بدي أقول أنه سوريا الحرة القادمة من وحي من رحم المعاناة الشديدة لكل المجتمع السوري اللي تحطم، لكن المستقبل القادم لسوريا الحرة الجديدة سيحمل الكثير من الأمل وسيحمل الكثير من البناء، لأن كل هؤلاء اللاجئين اللي مفهوم تماما الظروف الإنسانية اللي وقعوا تحتها سيعودون إلى سوريا بكل ثقة، يعني ينقلوا لنا خلاصة التجارب، تجارب الشعوب الأخرى والأمم الأخرى، وسيصبونها في خدمة بناء سوريا القادمة. شغلة واحدة بدي أضيفها، دعوة إلى كل إخواني الرائعين جدا واللي صدقوني كل سوري عم بيتشكرهم على جهودهم الكبيرة في أوروبا اللي بيشتغلوا في منظمات الحقوقية أو المحامين أو اللي عم بيشتغلوا في قضايا اللاجئين، من القلب أنا بتشكرهم، وأنا دائما أؤيد فكرة أنه نحن ما نتشكى وإنما ندرك أنه هي مسؤوليتنا بالنهاية، مهما كان هدول أبنائنا وهدول أبناء شعبنا،
مهما أخطأوا لحنا اللي بنحتويهم ولحنا اللي بدنا نحاول قدر الإمكان أن نوصل الصورة الإيجابية عنهم ونساعدهم حتى إذا كان في عندهم أي تراكمات سلبية أنها تقدم يمكن بشكل إيجابي. يمكن كانت صعوبات كبيرة يعني بموضوع اللجوء ما راح تكون يعني تعادل الصعوبات اليومية اللي كانوا عايشينها يعني. بكل يعني تأكيد والشعب السوري أثبت في عديد من التجارب وفي عديد من المواقف أنه شعب إيجابي ويعني قابل أن يتجه نحو الإيجابية أكثر من أن يتجه نحو السلبية. دعونا جميعا نثق ببعض وأنا واثق أن الشعب السوري بجميع مكوناته قادر على تجاوز هذه المحنة وإعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي، سوريا الحرة، سوريا الأبية لجميع أبناء إن شاء الله بسقوط هذا النظام وبزوال الطاغية بإذن الله. وأيضا طبعا دائما نراهن على السوريين اللي كانوا بالأساس موجودين بالقارة الأوروبية واللي ما عم يدخلوا جهد ل يعني مساعدة إخوانهم اللي جايين شكراً. يعني أكيد. الأخ ربيع والأخ بسام ويمكن كاظم ما صلوا زمان لكن أيضا ما شاء الله يعني خلال فترة قصيرة حسينا من القدماء هو عم يتحدث عن اللاجئين وهم لاجئين. بدي أتشكرك ضيفي في التجربة مميزة بحد ذاتها يعني إيه بالضبط صحيح. يعني عم تشوف أنت الكفاءات السورية صحيح. صارت ما شاء الله بكل عواصم صحيح. ومدن وبلدات العالم. ناجي طيارة ناشط سياسي والمتابع دائما لشؤون اللاجئين أشكرك جدا على وجودك معنا في حلقة هذا اليوم. أشكر من ميونخ أيضا محمد كاظم هنداوي مسؤول ملف اللاجئين في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان على حضوره، يمكن حضوره الأول ببرنامجنا كاظم، بس إن شاء الله بالمرات القادمة راح نستضيفك دائما. أيضا أشكر ضيفي من بروكسل ربيع الشعار منسق الرابطة السورية الأوروبية، أيضا ضيفنا الغالي ربيع، ومن لندن المحامي والمستشار في شؤون الهجرة واللاجئين الأخ بسام طبلية. أشكرك على وجودك معنا ودائما كل الأمنيات لكم بالتوفيق وللاجئين السوريين بسرعة الاندماج وفاعلية الاندماج وجودة ونجاح الاندماج الإيجابي في هذه المجتمعات. نلقاكم الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت بأمان الله.